ميليشيات قسد تهدد بالاستيلاء على مناطق الجيش الحر شمال حلب، وتركيا تستعد لعملية سيف الفرات. تنظيم الدولة يستعد السيطرة على حي الصناعة بالرقة ويهاجم مواقع قصد بالمفخخات. قوات النظام تفشل بالتقدم على جبهة عين ترمى وتكثف غاراتها على حي جوبر شرق دمشق. إسرائيل تقصف مجدداً مواقع النظام في القنيطرة، والأخير يستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولة الرابعة، حيث أكدت مصادر عدة أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تزويد ميليشيات قسد التي تقودها الوحدات الكردية بشحنات الأسلحة والمعدات الحربية والأليات الثقيلة. وقالت المصادر إن 120 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل سيارات عسكرية وخزانات وقود وذخيرة، دخلت إلى المناطق التي تستولي عليها قسد الأسبوع الماضي عبر معبر سمالكا الذي يصل بين إقليم كردستان العراق ومحافظة الحسكة، ليبلغ العدد الإجمالي لشاحنات الأسلحة الأمريكية 468 شاحنة منذ إعطاء شحنات الأسلحة صفة رسمية مع صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص في 15 من أيار الماضي. هذا وأعلنت الوحدات الكردية أنها تستعد للاستيلاء على المناطق الممتدة بين مدينتي جرابلس وعزاز شمال حلب من فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا. وتأتي تلك التصريحات مع تلويح أنقرة بشأن عملية سيف الفرات في ريف حلب، بما يؤدي إلى تطويق مدينة عفرين الخاضعة لليابجي. معطيات كثيرة تتوالى وتشير لقرب شن الجيش التركي عمليات عسكرية ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا انطلاقا من ريفي حلب وإدلب. فمع استمرار الجيش التركي بحشد قواته شمال حلب وقصفه المتواصل على مواقع اليبجي في جبل برصايا، تخرج الوحدات الكردية لتعلن نيتها الاستيلاء على المنطقة الممتدة بين جرابلس وعزاز على الشريط الحدودي مع تركيا من فصائل الجيش الحر. أما في تركيا فأجرى أمس المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين، وسط أنباء عن تلويح أنقرة بإطلاق عملية سيف الفرات في ريف حلب في نهاية تموز الجاري أو بداية آب المقبل. وبحسب مصادر إعلامية تركية فإن الجيش التركي حشد 7000 مقاتل من القوات الخاصة على الحدود، مع إعطاء الأوامر لكل من القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر بالجهوزية التامة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تبدأ العمليات من غرب عزاز في كل من بلدة عين دقنة ومطار منغي العسكري، لتستمر وصولا إلى كل من تل رفعت وعفرين وتل أبيض بريف الرقة. ومن المنتظر أن يتم حسم توقيت العملية التركية بحسب التفاهمات التي تجري خلال محادثات أستانا، وكذلك بعد اللقاء الذي يجمع كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دول العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية بعد أيام. انسحب تنظيم الدولة أو ما يعرف داعش بالكامل من محافظة حلب مع تقدم قوات النظام في المنطقة الواقعة في جنوب شرق المحافظة وفق ما أكدته مصادر ميدانية. إلى ذلك أعلنت قوات النظام والميليشيات الأجنبية سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من الرصافة جنوب الرقة حتى بلدة أثرية شرق حما، كما وسعت نطاق سيطرتها في محيط محطة آرك للغاز شمال شرق تدمر خلال عملياتها ضد التنظيم. أرحب بضيفي إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر من الحدود السورية التركية، أهلا بك معنا. بداية يعني بالحديث عن المعركة المرتقبة وهي معركة سيف الفرات، هل تم تحديد موعد بدء هذه المعركة؟ أهلا وسهلا بك وبجميع طبعا المشاهدين الكرام. بالنسبة لموعد المعركة حتى هذه اللحظة لم تتخذ القيادة العسكرية المشتركة والقوات الرديفة الموعد الحقيقي من أجل انطلاق المعركة، أو كما يعرف بساعة الصفر الاستراتيجية العسكرية. إضافة إلى ذلك ما تزال طبعا
المجال مفتوح من أجل أن تقوم الوحدات الكردية بتسليم القرى المتفق عليها قبل بدء الحملة العسكرية، في حال سلمت هذه الوحدات 13 قرية التي كانت قد أوردت في وقت سابق ضمن ورق الرسالة التي أرسلت للوحدات من أجل الانسحاب منها، وهي ترفعت والقرى المحيطة بها وصولا إلى مطار منغ العسكري من أجل الانسحاب من هذه القرى العربية. عناوة عن ذلك، كان هناك أيضا برقية أخرى أرسلت من أجل انسحاب هذه الوحدات من 13 قرية أخرى متواجدة شمال مدينة عفرين، وهي طيب نعم. يعني هل هناك مفاوضات مع الموحدات الكردية لتسليم المناطق التي استعادتها سابقا؟ لأنه يعني الوحدات الكردية تهدد أنها ستحتل المناطق الممتدة من عزاز إلى جرابلس. قبل أن تفكر الوحدات الكردية بعملية التوسع والتقدم باتجاه مناطق الجيش الحر عليها التفكير بعملية الدفاع، لأن المعركة باتت وشيكة جدا. أنا كنت أتحدث عن 13 قرية جديدة متواجدة شمال عفرين، وهي قرى واصلة ما بين منطقة المنطقة الشرقية أو ما كما يعرف بمنطقة درع الفرات مع المناطق الأخرى المتواجدة بالجهة الغربية. المفاوضات توقفت في وقت سابق بعد أن قامت القيادة العسكرية عبر وفدها المفاوض وأيضا القرى العربية التي هجر أهلها واحتلت من قبل الوحدات الكردية في وقت سابق لتسليم المطالب للوحدات الكردية برعاية التحالف الدولي في منطقة عين عيسى إضافة إلى منطقة عين العرب، وقاموا بإرسال هذه البرقيات وانتهت المفاوضات، والآن ينتظرون القيام الوحدات الكردية بالانسحاب من هذه القرى قبل أن تبدأ ساعة الصفر. هناك فترة قصيرة الآن منحت الوحدات الكردية من أجل تطبيق هذه المتطلبات قبل انطلاق المعركة. الرد على عملية أن قوات الوحدات الكردية ستقوم بالتقدم باتجاه مناطق الجيش الحر، طبعا هذا ضرب من الجنون، لأن الوحدات الكردية ستكون حقيقة في موقف ضعيف جدا، وهي في موقف المدافع، لأن كافة جبهات أو كافة قوات الجيش الحر المتواجدة في منطقة درع الفرات هم من أهالي سكان المناطق المحتلة في 13 قرية وأيضا في محيط منطقة تل رفعت وأيضا مطار منغ العسكري، وأهل مكة أدرى بأصحابها. لذلك الوحدات الكردية ستكون حقيقة في موقف محرج جدا بعملية الدفاع وانسحابها من هذه القرى، سيكون هو الأفضل لها دون اشتباك من أجل منع إراقة الدماء وأيضا منع توريط الشعب الكردي والذي نعتبره جزء من النسيج السوري، خصوصا أن الوحدات الكردية احتكرت قرار الشعب الكردي وقامت بتسييسه وتحويله كما قام النظام باللعب على وتر الأقليات واحتكار الرأي السياسي وقتل الشعب تحت مسمى أنه مسيطر وأنه السيادة العليا في المنطقة. أشكرك إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر، كنت معنا من الحدود السورية التركية. في تطورات معركة الرقة، أفادت شبكات الرقة الإخبارية بأن تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش استعاد السيطرة على حي الصناعة شرق المدينة عقب اشتباكات مع ميليشيات قسد التي تقودها الوحدات الكردية. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه قسد قطع المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم الدولة في مدينة الرقة عقب استيلائها على قريتي الكسب وكسرة عفان جنوب نهر الفرات. غدات قطع ميليشيات قسد آخر منفذ لتنظيم الدولة من الرقة بعد اقتحام كافة القرى الواقعة جنوب نهر الفرات. يستعيد مقاتلو التنظيم السيطرة على حي الصناعة شرق المدينة بعد اشتباكات عنيفة استخدم خلالها عشرات العربات المفخخة بحسب ما ذكرته مصادر ميدانية. ورغم عشرات الغارات الجوية لمقاتلات التحالف الدولي، إلا أن مقاتلي التنظيم الذين تنكروا بزي ميليشيات قسد نجحوا باستعادة الحي، إضافة لمواقع أخرى شرق المدينة. ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم منذ بداية معركة الرقة بأهمية استراتيجية لكونه على تماس مباشر مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها عناصر داعش. ومع خسارتها حي الصناعة باتت قسد تستولي الآن على 3 أحياء بالكامل، هي المشلة من الجهة الشرقية والرومانية والإسباهية من الجهة الغربية، كما تستولي على أجزاء من أحياء أخرى بينها حطين والقادسية والبريد وبتاني. وأظهر تسجيل مصور إقدام عناصر تابعين للبيادية على تعذيب مدنيين في ريف الرقة بشكل قاس، ويظهر التسجيل الذي تم التقاطه ببلدة المنصورة جنوب غرب الرقة تعرض مدنيين مقيدين للتعذيب بركلهما وتكسير كراسا على رأسيهما وتهديدهما بالقتل. دواعشك ما أعرف قل لي وين في دواعش؟ ما أعرف قل لي وين في دواعش؟ دواعش منهم؟ دواعش منهم؟ والغيرك داعش غيرك؟ أنت مالك داعش؟ وين في دواعش؟ وين
أرحب بعبد القادر ليلى، إعلامي وناشط حقوقي من غازيانتاب. أهلا بك سيد عبد القادر معنا. لو نبدأ معك ميدانيا والمعارك المستمرة بين تنظيم وقسد، والآن التنظيم يسترجع نقاط له في المدينة، لو تضعنا في تفاصيل أوفى. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن الصدمة الأولى من الحرب التي قام بها التحالف الدولي وقسد، أعتقد أن الصدمة الأولى قد امتصها التنظيم وبدأ الآن بحرب مضادة. حتى الحرب الإعلامية التي صنعت عن هروب أمراء وانشقاق عناصر وإلى آخره لم تأتي أكلها، بل العكس، كانت نتائج عكسية. والآن التنظيم في مرحلة أعتقد أقوى مما سابق، تجاوز الأزمة العسكرية واكتشف مصادر النيران وقوتها التي والقوات المتواجدة ونقاطها. وأعتقد أن ستكون هناك للتنظيم معارك قادمة لعدة نقاط، حتى اضطر أن قوات قسد أو بالضبط قوات حماية الشعب الكردي أن تقول أنها سيطرت على حي القادسية وهي لم تسيطر عليه حقيقة. والدليل هذا الادعاء الكاذب هو ضعف، وأعتقد هو مسك الأرض إعلاميا من أجل معنويات المقاتلين. طب ما هو سبب تراجع الميليشيات أمام التنظيم؟ أعتقد أن التنظيم عنده قضية كبرى، والمقاتلين من قوات قسد أعتقد أكثر نصفهم بلا قضية. أضف إلى ذلك أن المدينة محصنة عسكريا، وكان تنظيم يعد لهم مفاجآت، والآن هذه المفاجآت والفرس سيلعب بها وقد تطول. ومعلومات من داخل المدينة أن التنظيم مستعد بأنفاق وغذاء وذخيرة ومحروقات تطول، قد تستمر معه لأشهر إن لم نقل لسنوات من الحصار. نعم. طيب، يعني نحن شاهدنا معارك عنيفة في حي الصناعة، والآن التنظيم عاد واستعاد هذا الحي، يعني ما هي أهمية الحي الاستراتيجي لتنظيم الدولة؟ حي الصناعة هو آخر حي خارج السور وهو بوابة المدينة. إن سقط حي الصناعة ستسقط باقي الأحياء كأحجار الدومينو، كونه لا وجود لا لأبنية عالية مرتفعة لوسط المدينة من هذه الجهة الشرقية ولا مصدات طبيعية، ستكون اعتراء القناصة كافي أن ترصد وسط المدينة من هذا الحي، وهو حي مهم واستراتيجي لكلا الأطراف كونه يمر بأحياء شعبية قديمة وبيوت عربية أو بيوت متوسط الارتفاع. طيب، فهنا تكون أهميته. طيب، إذا انتقلنا للحديث معك عن الأوضاع الإنسانية، يعني الصور التي تصلنا تبين معاناة المدنيين من حصار وقصف، والآن توثيق لعمليات تعذيب، يعني تعذيب ميليشيا قسد للأهالي، لو تنقل لنا صورة وضع المدنيين في الرقة وكل ما يعانون منه. نعم، المدنيون في الرقة الآن هم رهينة للتنظيم بالدرجة الأولى وأهداف للطيران والقذائف العشوائية. في اليوم متوسط 100 قذيفة تسقط على رؤوس المدنيين، باعتبار أن كل من موجود في مدينة الرقة هو داعشي، حتى أن جزء من القوات المقاتلين أقول كلها تعتقد أنها هي معركة ثأر لها، وهي أتت المدينة تثأر من أهلها. نعم. الوضع الإنساني سيء، فقط فرنين يقدمان الخبز في المدينة، مستشفى واحد يعمل في طاقة متوسطة بعدم وجود لا اختصاصات طبية ولا حتى أدوية، والحالة حرجة أو متوسطة من المدنيين، يضطر أهله إلى حمله في قوارب عبر النهر في رحلة تحت القصف الطيران غير أو المدفعية، ونقله إلى الضفة الأخرى، ومن ثم عبر الجبال، عملية صعبة وشاقة، حتى الإنسان الصحيح يتعب منها، فما بالك في الجريح، إضافة إلى نقص الأدوية، قطاع الكهرباء منذ أكثر من شهر، والمياه الملوثة من الآبار المهجورة، الناس عايشة على هذا الواقع. المشكلة أكثر من 100 حالة، أكثر 100 حالة من أمراض مزمنة بحاجة إلى نقل، أن تركها تواجه مصيرها بالموت لوحدها بدون أي تقديم حتى مسكنات. شكرا لك. أشكرك على مداخلتك معنا عبد القادر ليلى، إعلامي وناشط حقوقي من غازيانتاب. شكرا لك.
أما في دمشق، صعدت الميليشيات الأجنبية وقوات النظام هجومها البري تحت غطاء من القصف الجوي على حي جوبر شرق العاصمة، كما طال القصف بلدتي زملكة وعين ترمة بالغوطة الشرقية. وأفادت مصادر هناك عن استمرار الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام فيما تعرف بعقدة الموت التي تربط عين ترمة وزملكة وعربين وجوبر، حيث تسعى قوات النظام لفصل جوبر عن الغوطة الشرقية وتأمين البوابة الشرقية للعاصمة. نحن الآن على الخطوط الأولى لجبهة عين ترمة، كما تشاهدون حجم المعارك والدخان المتصاعد جراء القصف بالطيران الروسي الذي لم يهدأ منذ ساعات الصباح الباكر. فاق العدد اليوم أكثر من 50 غارة جوية. طبعا فيلق الرحمن شن هجوم مباغت على قوات النظام، تمكن من خلاله استعادة السيطرة على النقطة بالقرب من عقدة عين ترمة، وكبد النظام خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، أكثر من 10 قتلى بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات على هذه الجبهة. طبعا هذه الأبنية التي تشاهدونها الآن هي منطقة الدخانية وجسر الكباس الذي يسيطر عليه النظام منذ بداية الثورة. النظام طبعا يقول أنه سيطر على هذه المناطق وهي منفية جملة وتفصيلة، هذه المناطق كانت بيد قوات النظام، النظام لم يتقدم متر واحد. نحن الآن هذه هي عقدة عين ترمة التي زعم النظام أنه سيطر عليها، وهذا الشيء نحن الآن يعني عندما خفت حدة الاشتباكات قمنا برصد عقدة عين ترمة. كما تشاهدونها هذه هي عقدة عين ترمة، وهذا هي الأبنية المطلة على جسر الكباس. طبعا أكثر من 10 آليات لقوات النظام دمرها فيلق الرحمن، وأعنف الاشتباكات تدور هنا منذ أكثر من أسبوعين. قوات النظام تحاول السيطرة على العقدة والتوجه إلى منطقة جوبر وحصارها للسيطرة عليها بشكل كامل، وبذلك تكون قد أنهت محيط العاصمة دمشق وسيطرت عليه بشكل كامل. لكن قوات النظام لم تسيطر على أي نقطة من جوبر ومن هنا من منطقة عين ترمة. لأورينت نيوز هادي المنجد، عين ترمة. ينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا محمد عبد الرحمن. أهلا بك محمد، يعني لو تضعنا أكثر في صورة الاشتباكات وخاصة في عقدة الموت. نعم فرح، حقيقة محاولات قوات النظام لا زالت تستمر بمحاولة التقدم على جبهات حي جوبر الدمشقي وحتى على جبهات منطقة زملكة وعين ترمة. طبعا خلال الساعات الماضية وقوات النظام تحاول التقدم منذ ساعات الصباح ما يقارب 15 غارة جوية على حي جوبر الدمشقي، عدة غارات أيضا على منطقة عين ترمة، أيضا جبهة زملكة تعرضت للقصف بالطيران الحربي. يضاف إلى ذلك التغطية بقذائف المدفعية وقذائف الهاون، ويعني قصف شديد جدا. طبعا قوات النظام بحسب فيلق الرحمن المتواجد في حي جوبر الدمشقي لم تحرز أي تقدم على الأرض، كانت هناك نقطة واحدة استطاعت قوات النظام التقدم إليها ولكن تم استرجاعها خلال الساعات الماضية. طبعا منذ ساعات الصباح كان هناك عطب لعدد من العربات العسكرية التابعة لقوات النظام، ثلاثة مدرعات بين حي جوبر وجبهة زملكة تم عطب بها، بالإضافة إلى مقتل ما يقارب 30 عنصرا من قوات النظام. طبعا أغلب المعارك تشارك بها النخبة من قوات النظام، الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وبعض الميليشيات الشيعية الأجنبية التي تم استخدامها، وضمن طبعا ترويج كبير لأن قوات النظام سيطرت على عقدة عين ترمة، بينما على الأرض هذا غير صحيح نهائيا، لم تتقدم قوات النظام أبدا إلى هذه العقدة ولم تسيطر عليها. طبعا يضاف إلى ذلك أيضا القصف الجوي العنيف، ايضا يعني اليوم استجد شيء جديد وهو محاوله اقتحام لقوات النظام من جبهه حوش نصري، طبعا بالاضافه الى قصف عنيف. هناك كان ايضا استهدافات لعدد من المناطق في الغوطه الشرقيه، مدينه دوما تعرضت للقصف وكان هناك عدد من الجرحى المدنيين الذين نقلوا الى النقاط الطبيه. ايضا في منطقه حرستا تعرضت لقصف في الهاون وكان هناك جرحى بين الاطفال تم نقلهم الى النقاط الطبيه. طبعا ربما يعني الجبهه الابرز هي في حي جوبر الدمشقي
الدمشقي مع محاولات قوات النظام للتقدم، ولكن أغلب المعارك تتصف بالكر والفر دون إحراز أي تقدم على الأرض. قوات النظام تتبع سياسة محاولة الالتفاف على حي جوبر الدمشقي، ولكن واقع الحال يقول أن قوات النظام لم تستطع حتى اللحظة التقدم على أي محور أو السيطرة عليه بشكل كامل. أشكرك على كل المعلومات محمد عبد الرحمن مراسلنا من ريف دمشق. أغارت طائرة إسرائيلية للمرة الرابعة خلال أسبوع على مواقع لقوات النظام في محافظة القنيطرة، وأدت تلك الغارات لتدمير مدافع هاون لقوات النظام في نقطتين عسكريتين، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث، ما أدى لمقتل عنصر من ميليشيا حزب الله وإصابة آخر بجروح بحسب ما نقلته مصادر ميدانية. وقال الجيش الإسرائيلي إن تلك الغارات أتت ردا على سقوط قذيفة في الجولان مصدرها الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام في القنيطرة. ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا فادي الأصمعي. أهلا بك فادي. يعني للمرة الرابعة إسرائيل تقصف مواقع للنظام في القنيطرة، ما هي الخسائر التي تكبدها على أثر تلك الغارات؟ متكرر من قبل إسرائيل، من قبل إسرائيل إلى عموم المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار. هناك انزلاق لقذائف مدفعية وصلت إلى الجولان المحتل، فقامت إسرائيل باستهداف مرابض هذه المدافع والهاونات حسب ما صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيخاي أدرعي. قال تم توجيه ضربات إلى مربض هاون، قام بتوجيه ضربات إلى الداخل من الجولان المحتل على حد وصفه، وبالفعل يعني تقوم باستهداف هذه المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار. والبارحة تم استهداف هاون في الصمدانية الشرقية، وهي منطقة نيران ومنطقة اشتباك، تجري فيها اشتباكات بين الثوار من جهة وبين قوات النظام المتبقية والمدعومة من ميليشيا حزب الله في المنطقة. طبعا هذه الاستهدافات المتكررة قد صرح مسؤولون إسرائيليون على الدوام بأن أي انزلاق لقذائف إلى الداخل من الجولان المحتل سيكون هناك رد مباشر ورد دقيق. يعني إسرائيل تقوم باستهداف مصادر النيران بالفعل، حيث يعني النظام يستهدف المنطقة بكاملها. يستهدف المدنيين إن كان في الريف الشمالي من محافظة القنيطرة جبات الخشب، أو حتى الطريق الواصل بين الريفين الشمالي والجنوبي من خلال استهداف الطريق الواصل طريق الحميدية الواصل إلى جبات الخشب. نعتذر مشاهدينا على رداءة الصوت من المصدر، وأشكرك فادي الأصمعي مراسلنا من القنيطرة. في درعا شنت طائرات النظام غارة جوية على معبر النصيب الحدودي مع الأردن، كما واصلت طائرات النظام والاحتلال الروسي قصف الأحياء المحررة في المدينة، حيث تسعى قوات النظام لقطع طريق الإمداد الوحيد بين المناطق المحررة في ريفي درعا الشرقي والغربي. من جهة أخرى قال مراسلنا إن قوات النظام وفصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص أجرت عملية تبادل لجثث قتل عناصرهم الذين سقطوا خلال معارك درعا الأخيرة. بعد تحريرهم وفرحة فرحة عارمة بالتحرير، الله أكبر ولله الحمد. فرقة عمود حوران تقوم باستلام 10 أسرى ضمن صفقة انتهى الهلال الأحمر في مدينة رستن شمال حمص من توزيع المساعدات المقدمة لأهالي المنطقة من الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر. وبحسب الناشطين فإن السلال الغذائية تحتوي على عدة أصناف أساسية كالسكر والأرز والطحين. وسبق أن دخلت قافلة مساعدات إلى رستن يوم 30 من آذار الماضي عبر حاجز لقوات النظام قرب قرية ترمعلة، كما دخلت قافلة أخرى إلى مدينة تلبيسة المجاورة منتصف شهر حزيران المنصرم.
نعود مشاهدينا لآخر التطورات في درعا مع مراسلنا بشر الأحمد. أهلا بك معنا بشر، يعني تفاصيل أكثر عن الغارة التي استهدفت معبر النصيب الحدودي. نعم، قبل قليل استهدفت طائرة للنظام السوري مركز جابر الحدودي، وهو المركز الحدودي الأردني المقابل لمركز حدود نصيب السوري. هذه الغارة أتت بعد استهداف قوات النظام أو طائراته الحربية لمعبر نصيب الحدودي على الجانب السوري بغارتين جويتين أيضا. طبعا ليست المرة الأولى التي تستهدف طائرات النظام معبر نصيب الحدودي، لكنها الأولى التي تستهدف فيها الجانب الأردني من الحدود بالنسبة للقصف الجوي. أما بالنسبة للقذائف المدفعية فهناك عدد كبير من القذائف المدفعية. طيب بشر، هل الأردني من الحدود، هل سقط ضحايا من الجانب الأردني إثر هذه الغارة؟ تحدث ناشطون عن أن عددا من الجرحى سقطوا جراء هذه الغارة الجوية على الجانب الأردني، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح رسمي أردني ولا تقارير إعلامية من الصحافة الأردنية تشير إلى وقوع ضحايا أو تؤكد هذه الغارة، رغم تأكيد الناشطين السوريين لوقوعها وتصويرهم لها من الجانب السوري. طيب بشر، ماذا عن الأوضاع الميدانية والقصف الروسي وقصف النظام الذي حقيقة لم يتوقف على الأحياء المحررة؟ بالإضافة للغارة الجوية التي استهدفت معبر جابر الحدودي الأردني، استهدفت غارتان جويتان معبر نصيب الحدودي، بالإضافة لغارة جوية استهدفت بلدة أم الميادن شرق درعا، وأربع غارات جوية استهدفت المزيريب غرب درعا، بالإضافة لغارتان على مدينة نوى في الريف الغربي، ضمن ما يصفه ناشطون بأنه إسناد جوي من قوات النظام لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة غربي درعا، حيث تعتبر هذه المناطق في الواقع خط اشتباك وتماس بين الجيش الحر وفصائل الثوار من جهة، وبين جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة من جهة أخرى. هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي تقوم فيه طائرات النظام بتقديم الإسناد الجوي لجيش خالد باستهدافها لمواقع الثوار على خطوط التماس مع تنظيم الدولة. أما بالنسبة للقصف المدفعي فقد طال، بالإضافة أيضا لمعبر نصيب الحدودي، بلدات الغارية الغربية والصورة في ريف درعا الشرقي و مدينتي داع الونوى في ريف درعا الغربي، بالإضافة طبعا لأحياء درعا المحررة التي ما زالت تشهد اشتباكات بين قوات النظام وغرفتي عمليات البنيان المرصوص ورص الصفوف، حيث قالت غرفة عمليات البنيان المرصوص اليوم أنها تمكنت من تدمير بتريكس مجنزر لقوات النظام على جبهة خط النار شرق مخيم درعا. نعم، شكرا لك بشر الأحمد مراسلنا، كنت معنا من درعا. أكدت إدارة معبر باب الهوى من الجانب السوري أنها ستفتح أبوابها أمام السوريين الراغبين بالعودة إلى تركيا في الثالث من الشهر الجاري، داعية إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات أصدرتها الإدارة. وطالبت إدارة المعبر في بيان لها بعدم حمل أمتعة زائدة بشكل عام، حرصا على سهولة وسرعة التفتيش والمغادرة والعبور إلى الجانب التركي. وشددت إدارة المعبر على ضرورة التقيد بمواعيد العودة لكل شخص وفق رقم الدور الذي تم إعطائه إياه من قبل الإدارة. تفاصيل أكثر مع مراسلنا شهر سماق من إدلب. أهلا بك شهر، يعني المعبر سيفتح أبوابه في الثالث من الشهر الجاري، ما هي الأعداد المتوقعة من الأهالي للعبور إلى تركيا؟ نعم بالفعل، يعني من في الثالث من الشهر الجاري سيبدأ السوريون الذين دخلوا إلى سوريا بالعودة إلى تركيا بعد قضائهم إجازة العيد في الداخل السوري. أعداد السوريين الذين دخلوا ما يقارب 120,000 شخص، طبعا ما عدا الأطفال لم يسجل أسماءهم، لم تسجل أسماءهم وحتى لم يمنحوا بطاقات، يعني هم فقط مرافقة مع الأهالي. نعم. وهذا عدد يعتبر
عدد ضخم يعني دخل على مدار مدار ما يقارب يعني 20 يوم دخلوا الى سوريا. طبعا يعني سالنا اداره المعبر هل من المتوقع يعني بقاء عدد من الاهالي في الداخل السوري، لكن نفوا هذا الامر وقالوا بان جميع الاعداد التي دخلت الى سوريا كانت قد حجزت في يوم محدد للعوده الى تركيا. طبعا يعني ستبدا بعد يومين الدخول الى تركيا والعبور من باب الهواء الحدودي. يعني انوه انه يوم الجمعه دخل 80 طالب الى تركيا، دخلوا طبعا باستثناء من والي هاتا، يعني دخلوا الى تركيا قبل انقضاء اجازه العيد يعني بسبب الامتحانات، ربما امتحاناتهم القريبه، دخلوا باستثناء فقط من الوالي، وبعد يومين فقط سيتم فتح باب المعبر للدخول الى تركيا. لكن طبعا هناك يعني تعليمات كانت قد اصدرتها اداره معبر باب الهواء الحدودي تتمثل بالتقيد بتاريخ العوده الذي حدده الشخص الى تركيا. يعني في حال كان هناك تاخر سيتم تاجيله الى الاسبوع الاخير من شهر ايلول، يعني لاخر فتره في اجازه العيد او الوقت المسموح للعوده الى تركيا. كذلك يعني شددت على ضروره يعني حمل حقيبه واحده لا تزن اكثر من 20 كيلوغرام، وحددت يعني كذلك بعض المواد الممنوعه، ممنوعه الادخال الى تركيا كالشاي والسكر والادوات الالكترونيه. كذلك يعني صراحه كان يعني الاعياد الماضيه او الاجازات السابقه كان يحصل احيانا يعني هناك تجار ازمات ربما، او بعض المهربين يتلاعبون بالاسماء او يحاولون بيع بطاقات كملك او يعني تزوير هذه البطاقات. شددت اداره المعبر لانه يعني سيتم التعامل مع هذه الحالات، خاصه ان تركيا ستزود المعبر بالاسماء فقط التي يسمح لها بالدخول بالعوده الى تركيا، لذلك هذه الحالات يعني سيتم عذرا على المقاطعة ولكن انتهى وقتي معك شهر. أشكرك على كل المعلومات شهر سماق مراسلنا من إدلب. في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات خرج أهالي حما بأكبر مظاهرة في تاريخ سوريا، حيث اجتمع فيها مئات الألاف في ساحة العاصي وسط المدينة ونادوا للحرية وإسقاط النظام. هنا حما، هنا في مثل هذا اليوم من العام 2011 خرج ما يقارب النصف مليون سوري في جمعة سميت إرحل، نادى فيها المتظاهرون برحيل بشار الأسد وإسقاط نظامه. بعد اندلاع شرارة الثورة السورية في مهدها درعا، خرج أهالي حما في أول مظاهرة في منطقة الحاضر نصرة لأطفال درعا في جمعة العزة بتاريخ 25 آذار 2011 قبل أن تبدأ المظاهرات بالازدياد تدريجيا. الجمعة العظيمة، فيها سقط أول شهيدين في حما، ليحول أهالي المدينة مراسم تشييع الشهيدين لمظاهرة كبيرة طالبوا فيها إسقاط النظام والقصاص للشهداء. بعدها بدأ الأهالي بتنظيم أنفسهم وإنشاء تنسيقيات ومكاتب إعلامية، وبدأوا بالخروج بمظاهرات يومية، وكانت ساحة العاصي حينها على موعد في كل جمعة لاحتضان مئات آلاف الحمويين. في 7 من شهر تموز من العام 2011 حاول النظام اقتحام أحياء المدينة، فأرسل مجموعات من الأمن والشبيحة وقاموا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، لكن أهالي حما خرجوا إلى شوارع المدينة ووضعوا حواجز ترابية ومداريس من الإطارات عند مداخل المدينة والأحياء، معلنين بذلك خروج المدينة عن سيطرة النظام وبدء العصيان المدني فيها. بتاريخ 31 تموز قامت قوات النظام مدعومة بالدبابات باقتحام المدينة من 4 محاور، ورافقت الدبابات مجموعات كبيرة من الشبيحة، وقد أسفر هذا الاقتحام عن استعادة السيطرة على المدينة وسقوط عدد من الشهداء بينهم نساء وأطفال. بعد سيطرة قوات النظام على المدينة اضطر معظم شباب حما الملاحقين إلى الخروج نحو ريف حما،
أما المدينة فقد فرض النظام حصارا أمنيا خانقا عليها استمر حتى يومنا هذا. ختام هذه الجولة إلى العناوين. ميليشيات قسد تهدد بالاستيلاء على مناطق الجيش الحر شمال حلب، وتركيا تستعد لعملية سيف الفرات. تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على حي الصناعة بالرقة ويهاجم مواقع قصد بالمفخخات. قوة النظام تفشل بالتقدم على جبهة عين ترمة وتكثف غاراتها على حي جوبر شرق دمشق. إسرائيل تقصف مجدداً مواقع النظام في القنيطرة، والأخير يستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن. للمزيد orientdashnews.net. شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.